زوار هبة بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستقبل فيه الدكتور المهدي الشافعي الأخصائي في جراحة الأطفال بمدينة تيزنيت. دكتور الشافعي، أولا سنطلب منه أن يعرفنا بنفسه، يعطينا تقديم حول المسار المهني ديالو داخل الوطن أو خارجه. تفضلوا دكتور. إذا أولا وقبل كل شيء وفي بداية الأمر، شكرا لأوتور موقع هبة بريس وأيضا للصحفيين موقع هبة بريس الذين تحملوا عناء السفر وللالتفاتة ديالهم الطيبة لهذا الموضوع ولهذه القضية. إذا دكتور مهدي الشافعي، البالغ من العمر 34 سنة، مكان الإزدياد مدينة الدار البيضاء، الدراسة بمدينة الدار البيضاء، حصلت ودرست الطب بكلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء، حصلت على دبلوم الطب العام بمدينة الدار البيضاء سنة 2009. ثم بعد ذلك قمت بالتمرين في ميدان جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، وأيضا كلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء، وحصلت على دبلوم جراحة الأطفال سنة 2015. كان هناك تعيين ديالي الأول بالمستشفى الجهوي لمدينة قلميم الذي اشتغلت فيه مدة 10 أشهر، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدينة تيزنيت والتي إلى غاية الآن ما زلت أشتغل بها بمستشفىها الإقليمي الحسن الأول. نعم، شكرا دكتور. سؤال مباشر، ما هي أسباب تقديم الاستقالة اللي قدمتها مؤخرا، هذه يومين تقريبا باش قدمتها؟ أعطينا الأسباب المباشرة التي دعتكم إلى تقديم هذه الاستقالة. إذن بالنسبة لأسباب الاستقالة، هي جات نتيجة ديال واحد الدفع وتدافع ديال مجموعة ديال الأحداث مأساوية اللي عانيت منها، اللي عانى منها المواطن المغربي. أنا عانيت منها كطبيب وأيضا كمواطن مغربي، عانيت منها لمدة سنة. كما كنقولوا واحد حاجة، ما يمكنلكش تجبر الناس فوق تجبر النفس فوق جهدها. هادشي اللي كاين. عملنا منذ بداية يونيو 2000 منذ أواخر يونيو 2017 وبداية يوليوز 2017، كان هناك واحد النوع ديال التعسف إداري، واحد النوع ديال شطط في استعمال السلطة من طرف الإدارة بالقطاع الصحي. ولما أتكلم عن الإدارة بالقطاع الصحي، أتكلم عن الإدارة المحلية للمستشفى، أتكلم أيضا عن المندوبية الإقليمية للصحة، أتكلم عن المديرية الجهوية للصحة، وذلك من خلال تقديمي للجان بحث، للجان تفتيش، تقديمي أيضا لمجالس تأديبية، تراكم مجالس تأديبية سواء بمدينة تيزنيت أو مدينة أكادير. وأيضا كانت هناك، اليوم كنشوفوا بأنني كنتقدم المحاكمة بتهمة سب القذف. كانت هناك في الأول أنا ثلاثة الحوايج اللي عرفتهم وديما كنقولهم وكنعاود نكررهم، تعلمتهم في هذا المسار ديالي منذ الولوج ديالي إلى مدينة تيزنيت والمستشفىها الإقليمي. كانت هناك صلة طيبة مع مرضاي، وهناك صلة طيبة مع آباء وأمهات أولياء الأطفال اللي شرفت على العملية الجراحية ديالهم. ولكن من بين المشاكل اللي تلقيتها، شنو هي؟ عرفت الرشوة، عرفت الفساد، عرفت شهادة الزور. هاد شهادة الزور هي اللي تقدمت ضدي، تحرضوا مرضى اللي شرفت على تشخيص الحالة المرضية ديالهم واللي استغلوهم باش يوسخوا لي، كما تنقولوا يوسخوا الملف المهني ديالي. خاصكم تعرفوا بأنكم اليوم فاش كتجيو كتقولوا بأن دكتور الشافعي هو ما كيقومش بالعمل ديالو، هو ما كيشرفش على المرضى ديالو، أسيدي ما يمكن لكمش اليوم تقولوا لنا بأننا ما كنشرفوش على المهنة ديالنا. اليوم بحال كنطرحوا تساؤلات، كنعاودوا نطرحوا تساؤلات على التربية ديالي. إلا بغينا نرجعوا نهضروا، نعاودوا نرجعوا نهضروا منذ بداية اشتغالي بمدينة الدار البيضاء أي المستشفى الجامعي ابن رشد، ونشوفوا المستشفى الجهوي لمدينة قلميم. وفاش كنقول نسولوا على الرضا ديال المواطن المغربي، الرضا ديال المواطن المغربي
بمدينة الدار البيضاء، الرضا ديال المواطن المغربي بمدينة كولمينيم، الرضا ديال المواطن المغربي بمدينة تيزنيت. ما غنسولوش على رضا الإدارة، حنا سبحان الله جوج الحوايج تعلمتهم، إلا كان رضا المواطن ما غيكونش الرضا ديال الإدارة، غيكون واحد العنف من طرف الإدارة، واحد التستر من طرف الإدارة، واحد الخناق من طرف الإدارة، وهذا الشيء أنا اليوم تعرضت لي هو الخناق من طرف الإدارة بالقطاع الصحي. دكتور، تقريبا من نهار وطأت قدمكم مدينة تيزنيت واشتغلتوا بالمستشفى الإقليمي، تقريبا شحال من عملية جراحية درتوا؟ إذا تقريبا ما عنديش الإحصائيات الكاملة، ولكن يمكن لي غادي نلمح نلمح لواحد الصورة. في بداية الأولى ديالي، أي الشهر الأول ديالي، أشرفت على 79 عملية جراحية. مثلا الشهر المنصرم، أي شهر يونيو 2018، أشرفت على 115 عملية جراحية. شهر ماي 2018 أشرفت على 138 عملية جراحية. إلا درنا المجموع ديال العمليات الجراحية كاملة، ربما غيكون واصل 1200، ما بين 1200 عملية جراحية. واش سبق لكم دكتور أنكم تقدمتوا بشكايات للمسؤولين حول ما تتعرضون له على الصعيدين أو على الصعيد المحلي والجهوي وحتى الوطني؟ واش راسلتوا حتى الوزارة في هذا الموضوع هذا؟ نعم، كانت هناك عدة مراسلات منذ البداية معبرا عن أسفي ومعبرا أيضا عن خجلي من هذه التعسفات الإدارية، تعسفات اللي كتستعملها الإدارة باش تخنقني باش من نخدمش المواطن، باش ما نخدمش الطفل التيزنيتي. لان فاش ما تتكونش واحد الميدان ديال العمل اللي هو نقي، ما تتكونش واحد الاداره علاش بغات تخنقك بالضبط؟ علاش بغات تخنقني بالضبط باش ما نخدمش المواطنين؟ كما قالوها، غادي نستعمل واحد العباره، قالت نتايا غادي تحل العينين ديال هاد الناس، غادي تصر علينا هاد الناس بهذه الطريقه، انت راك ما خدامش علينا. تقالت لي في الايام الاولى منذ الولوج ديالي الى هذا المستشفى، وهادو تقالوا من طرف المسؤولين، تقال هذا الشيء. علاش؟ لانني ما انضميتش للوبي الفساد، انني ما مشيتش في الطريق ديال لوبي الفساد، وكان انهم كانوا يريدون اعاده تاهيلي واعاده تربيتي. انا هذا الشيء ما سمحتش به، لانني كما قلتها، نهار درت الطب درتو لعلاج المرضى، لم امتهن الطب لمهنة الطب في حد ذاتها، وما امتهنتهاش باش نكون طبيب، وانما باش نعالج مرضى معوزين. هذا الشيء اللي كاين. اذا بخصوص ما صرحتم به حاليا، المساله تتعلق بالناس ديال الاداره، هما اللي حاولوا يوقفوك عن العمل ويوقفوك على المجهودات اللي كدير لاسباب ذكرتموها، تتعلق بفساد، تتعلق بمجموعه الامور. انا بغيت نطرح عليك سؤال اخر كيتعلق بالمساحات الخاصه، واش ما كتشوفوش بان المساحات الخاصه ايضا لها دور فيما يقع؟ واش عندكم شي جواب في هذه المساله؟ واش لها دور او ليس لها دور؟ المساحات الخاصه ما عنديش معها ارتباطات، ما عنديش معها حتى ارتباطات، ما كندخلش مع الناس ديالها. ربما ارتباطات اللي كتربطني بالناس ديال القطاع الخاص، ما هما الا الزملاء ديالي بالعمل اللي كان يكون معهم واحد اتصال في اطار مناقشه مواضيع، في اطار مناقشه حالات صحيه. لا، بصيغه اخرى، واش ما كانوش هاد العمليات اللي كنتو كديروا دابا نتوما بهذا العدد الكثيف وهذا العدد الكبير، كان من الافضل هذوك الناس اللي ذكرتو بغاو انهم يديروهم في مساحات خاصه افضل لهم بكثير؟ ان افضل بالنسبه للمواطن ولا لا؟ افضل بالنسبه للاداره. هذا السؤال خصنا نسولوا الاداره من ناحيته، ولكن نسولوا الاداره وايضا نسولوا المواطن. لانكم خصكم تعرفوا واحد الحاجه، بان المواطن المغربي راه كان المواطن التيزنيتي بالاخص كان كيتجه من قبل المساحات الخاصه باكادير. وانا تقالت لي في عده مرات كيجيو اباء وامهات اطفال تيقول لي دكتور شافيك وما كنتيش في هذا السبيطار، ما غندخلوا ليش؟ ما نجيوش، احنا افضل لينا نمشيو لمساحه خاصه بمدينه اكادير وما نجيوش لتيزنيت لهذا المستشفى، لان فيه غير المشاكل، فيه غير الفساد، فيه غير الرشوه. هذا الشيء تقالت لي ماشي غير مره وشي مره ولا جوج، واللي كيعبر على هذا الشيء هو الحصيله العمليه هي اللي كنهضر عليها. بالنسبه للمحاكمه التي تتعرضون إليها حاليا من خلال الشكاية اللي قدم بكم مدير المستشفى، ممكن تدوي لنا على هذه المحاكمة هذه والأسباب ديالها؟ وشنو الأسباب اللي دعت مدير المستشفى أنه يشكي بكم القضاء؟ إذا بالنسبة للمحاكمة، جات على إثر الرجوع ديالي إلى أرض الوطن بعد المؤتمر الدولي لجراحة العظام عند الطفل والجراحة التقويمية عند الطفل.
ولجت للمستشفى. اذا بيا واحد النهار كنستلم واحد الدعوه بالبلاغ بشكايه بلغني مفوض قضائي في المكتب ديالي. وسط المكتب ديالي كيبلغني بشكايه مباشره من طرف مدير المستشفى ضدي انايا اللي فيها تهم ديال السب والقذف عبر صفحه فيسبوكيه الصفحه الشخصيه ديالي، عبر واحد التدوينه فيسبوكيه اللي كنت تكلمت فيها على واحد الحاله ديال واحد الطفله اللي كانت غتعرض الرجل ديالها للبطر. هادشي اللي كاين. والمدير المستشفى بطبيعه الحال استغل هذوك التدوينات ومشى دفع بهم شكايه، مع العلم انكم دفع بها شكايه بتاريخ 5 يوليو 2018. وخاصكم تعرفوا بان هذا السيد هذا اللي هو مدير المستشفى دافع بها شكايه ايضا للنيابه العامه بتاريخ 30 ربما 31 او 30 اكتوبر 2017، مع هذاك الاب ديال الطفل اللي قالوا بانني رفضت العلاج ديالو. دكتور مهدي، فيما يتعلق بالاحتجاجات اللي رافقت استقالة ديالكم او اللي رافقت منذ عرضكم على المجلس التاديبي، اشنو اش باش كتشوف انتم هذه الاحتجاجات هادو؟ هذه احتجاجات ما هي الا مسانده، ربما مسانده ديال واحد النوعيه ديال الخدمات اللي كانت كتقدم من طرف دكتور الشافعي للمرضى، لاباء امهات، الناس اللي عرفوا دكتور الشافعي سواء عن قرب سواء عن بعد، اللي سمعوا على العمل ديال دكتور الشافعي، اللي سمعوا على الصوره الجديده اللي عطاها الدكتور الشافعي للمستشفى الاقليمي بمدينه تيزنيت، اللي سمعوا على الخدمات اللي ولات كتقدم بواحد الطريقه اللي هي لينه، بواحد الطريقه اللي هي جيده. الناس كانت قبل كتعاني من المستشفى، الناس علاش خرجت اليوم؟ باش تعبر على المعاناه ديالها. اليوم كنتكلموا كنقولوا بان هناك مستشفى، هناك اطر، هناك، ولكن خصنا نشوفوا، كنقول دائما هذاك الزئبق ولا لو تيموان ديال الجوده ديال الخدمات راه اللي غيعطينا المعيار راه ماشي هو الطبيب، راه ماشي هو المرفق الصحي. هي المرفق الصحي كاين، الطبيب كاين، ولكن المواطن فين هو؟ علاه حنا كنخدموا غير داخل المرفق الصحي غير هكذاك؟ المواطن هو اللي غيعبر لينا واش هناك تجويد خدمات او ليس هناك تجويد للخدمات. المواطن فاش كيخرج على برا وكيعبر على الصوت ديالو وتيقول لك هذاك مستشفى الفساد، هذاك مستشفى الريح، هذاك مستشفى، هنا خصنا نطرحوا على راجلنا الاسئله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.